سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير. ان شاء الله اليوم بالكوزينه والكاطو رحنا ديريكتومون للشراقه، رحنا للسونت كوميرسيال غاردن سيتي اللي حل جديد. هذا وين كتب ربي جيت ليه، هو ديجا ما عندوش بزاف ملي حل. عن نفسي انا ما نحبش هاد لي فيديو باش نقول لكم الروتينات والى اخره. هي بصح انا كنحط لي ستوري ديالي، بزاف لي سقسوني لي سكنوا بعيد علاه ما تصوريناش كتروحي لها كابلايس. اليوم كتب ربي كي رحت لغاردن سيتي جيتو في بالي وقلت نصور لهم ويحبسوا معايا تحويسه خفيفه، ما من اللي قراب ومازال ما راحوش، انا قريبه وهذا وين رحت ليه. دونك راني حنحوسوا واحد التحويسه كما قلت لكم خفيفه، فيه ما درتش كامل لي ماغازا. الحاجه اللي عجبتني فيه الاولى فيه الباركينغ بيان سور، فيه هاد لي زيسكالي الكتريك سورتو كي يكونوا معاكم ناس كبار وما يقدروش يمشوا، وفيه ثاني لاسانسور. هاد الحاجه هايله فيه، ما فيهش كامل دراوج هادوك تاع نورمال لي عيو ناس كبار بيان سور. هنا بديت لكم بطابق السفلي، تلفت لي عفوا، بدينا بطابق السفلي. ما نقدروش نروحوا لغاردن سيتي وما ندخلوش عند زاغا. زاغا حلو تما زاغا فام، وكاين زاغا ام، صافي تاع لي زوم وتاع لي فام. هنا دخلت لكم عند زاغا ودرت لكم واحد الدوره خفيفه عندهم، عجبوني بزاف حاجات عندهم شابين، وتلبقى اللبسه ادواق وكل واحد والستيل ديالو. انا عن نفسي عجبوني بزاف عفايس، عجبوني واحد البلايغ عندهم. دوك تشوفوا لي بري ما ركزت لكمش عليهم، ما نكذبش عليكم كامل نعرفوا بلي زاغا ماركه عالميه، وبيان سور حيكونوا لي بري من 800 900 عندهم هكذا. المهم هاد لا روبوري الغوز ديجا 1100 مليون و100، كل واحد على حسابه. يعني ما نقدرش نقول لكم في متناول الجميع، ما نكذبش، مي الله غالب. المهم انا درت لكم هكذا دوره خفيفه، انا عجبني هاد الصاك بزاف هايد. نورمالمون يدير 600، كاش نهار كاش نهار نروح نشريه. المهم كيما كنت تشوفوا نروحوا نحوسوا ونروحوا نشوفوا، المهم واحد يشوف ياخذ فكره. وانا هكذا جبتكم تاخذوا فكره، سختي لي مازال ما جاوش لي هاد البليغه دير 500 نورمالمون. هادي يعني صورت لكم شويه لي بري ومنين داك ما صورتش، هاكو تشوفوا. باش دو لغاردن سيتي شوفوا، باش نقول لكم لازم طوموبيل، لازم تكونوا فيكيلي وديروا الجي بي اس يوصل لكم عنده، ماهوش بعيد. ولا كيما كتشوفوا كاين اللي يقول لك فيه سركاله ايتو، بالك في بالويكاند حنا ما صبناش، رحت انا بالحد نورمال. وتقدروا كيما حنا نقول لكم، حنقول لكم كيف تدخلوا ليه، تقدروا تدخلوا على دار ابراهيم، تقدروا على ولاد فايت، لخطر كل واحد وين يقول لك جاي. دونك انا نورمال دخلت على شراقه، لازم تكونوا فيكيلي في ترونسبور تقدروا تروحوا، مي ما ننصحكمش لخاطر تاعيا بالبزاف. وكل واحد كل واحد ومقدر، يعني كل واحد كيفاش يقدر، كل واحد ومقدوره. قادر انسان ما عندوش طوموبيل يحب يروح ليه، تقدروا تروحوا في ترونسبور عادي. انا كما تشوفوا عجبتني هاد لافيست بزاف هايله مع داك السروال توب، هذاك البنطالون فيغ عجبني بزاف بزاف. دخلت بزاف لي ماغازا، ما دخلتهمش كامل وما همش حالين كامل حتى 2021 نورمالمون. هنايا راكو تشوفوا رانا مازلنا توجور في الطابق السفلي، رانا لتحتها كامل. ما شقيتش روحي دخلت لزاغا ام، دخلت غير تاع لي فام وريحت. كاين بزاف لي ماغازا كيما زاغا هوم، نسيت باش نصور لكم عندهم. هنا دخلنا عند ستراد دي فاريوز، عندهم تاني بزاف مليح، هاد لا مارك بزاف هايله. عجبوني بزاف عفايس عندهم، درت لكم واحد الدوره هكا تاني خفيفه عندهم. كل ماغازا درت لكم دوره خفيفه عنده باش تاخذوا، يعني تاخذوا فكره. راكم تشوفوا هنا جينيرالمون هاد لا مارك بزاف ستخادي فاريوز، عندهم بزاف اللي ما يديروش الخمار، ما عندها دي فوالي يصيبوا، يعني عندهم ها باش تاع تكونوا على بالكم، ما عندها اللي يدير خمار. يدخل عندهم بجوزهم. هنا بيان سور هاد لا مارك ما نقدروش نساوها بيرشكا، دخلت عندهم درنا واحد الدوره خفيفه، عندهم تاني حاجه هايلين. المهم كل ما كازا تصيبوا فيه حاجه هايله، حاجه شابه، زوج ثلاثه، كل واحد وكيفاش. المهم درنا فيهم شويه شويه شويه، هذه هي شويه من شويه من شويه من. كيما كنتو تشوفوا بيان سور تاني الحاجه اللي عجبتني هنايا، تمشي براحتك، ما كاش الغاشي بزاف، وهو ديجا 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 هو مستيسع. هنا كما كتشوفوا لاسانسور صورتها لكم هاي ليك، معناتها اللي ما يقدرش يمشي ولا حاجه كيما هكا
يروح في لاسانسور. هنا توجور كنت غير في الطابق السفلي، كنت لتحت، كاين لي كافيتيريا، كاين لي صالون دو تي، وكاين لي مازال ما حلوش. هاكو تشوفو كاين توجور لي ماغازا، كاين تاع لي زون وكاين تاع لي فام، كل ماركه هكداك فيها، كيما هادوك مانغو وبيما ونايك نورمالمون مازال ما حلوش. هنا راني حنديكم وين حتتوخدو، حنديكم ميزون دو موند. ميزون دو موند هادو يبيعو تاع ديكوراسيون تاع لي ميزون. واش نقول لكم، عندي ما نقول لكم عليهم. توخدت كي دخلت عندهم، عندهم واحد العفايز شابين واحد لي تخيك. واش نقول لكم، عندي ما نقول لكم، ماكو تشوفوا فيهم هايلين بزاف. لي بري ما عندي ما نقول لكم ثاني. كل حاجه ما عندي ما نقول لكم عليها، يعني كل واحد على حسابه. تبقى انا نقصروا برك، كل واحد تبقى على المدخول ديالو، كاين اللي يساعدو وكاين اللي ما يساعدوش. المهم ما من ما ساعدكمش، روحوا شوفوا عنده بالك تصيبوا تي تروك يعجبوكم. هنا انا عجبوني بزاف حاجات عندهم، دوك نوري لكم واش عجبوني. عجبتني واحد لافيوز، عجبتني واحد الكوفري. المهم حاجات ما شفتوهمش ديجا، يعجبوكم بزاف عندهم. انا عن نفسي بزاف هايلين. راكم تشوفوا هنا عندهم المخايط كيما حنا نقولوا تاع ديكوراسيون لي كوسان هادوك. هنا هاد تاع لي بيجو كامل باش ديروا فيه الاكسسوار ديالكم. هنايا تاني تاع الديكوراسيون، كل جهه باش مختصها، يعني واش فيها وكبير بزاف. كما انا هذا عجبني، هذا يدير 450. قلت لكم ركزت لكمش بزاف على لي بري، هذا تاني 450 نورمالمون. هذه كما كتشوفوا فيها هاد لافيوزي اللي عجبتني دير 1,800,000. شوفوا شحال شابه هايله بزاف. كيما هذه تاني عجبتني هايله بزاف. المهم تلقاو عندهم حاجات ما شفتوهمش، يعني ديجا كيما حنا نقولوا لو كان زعما واحد يشريهم حيصيبهم غير عنده. عجبوني تاني بزاف هادو الشغل كان كي هو كبير. هاد الماغازا جستو تمتم، هذاك خاص بلي معناتها اكستنسيون تاع لي سيل ولا تاع لي شوفو. المهم انا ماهوش، انا ما نديرهم صافي، ما وقفتش كامل عنده جستو، بصح كاين بزاف اللي يحبوه خاص بالاكستنسيون تقدروا تجوزوا عنده. دوك دخلنا عند بيمكي عندهم بزاف حاجات شابين، يعجبني بزاف هاد لامارك، انا نحبها، عندهم حاجات هايلين بزاف. بيمكي علاه تعجبني، عندهم ميم تقدري انت تكوني بالحجاب وتحبي لي فاست طوال هكا دايرين، تصيبي عندهم يعني تصيبي ستيل ديالك عندهم. لي ساك ديالهم تاني شابين، لي بري راكو تشوفوا فيهم ما باقي لي بالكم. المهم 370 تلقاو 400 600 800، المهم هكذا رايحين في هاد لي بري، رايحين في دوك الجوايا. يا هكا تلقاو 400 وروحوا. المهم تقدروا تصيبوا ثاني عندهم حاجات بزاف هايلين. ان شاء الله تكونوا، نتمنى لكم متابعه ممتعه، ما تكرهوش هاد الساك الخاص بزاف ثاني عجبني. ان شاء الله واش نقول لكم، هيا كاش مره روحوا ليه وديروا هدا، روحوا ليه وشوفوا، وبالك نتوما يعجبكم ما خير مني. انا جاني نورمال، جاني شبه شويه ثاني لي سونت كوميرسيال تاع باب الزوار عادي، مي لي مارك اللي فيه زادوا ماشي كيما تاع باب الزوار كبير بزاف. ومليح عليه شغل تمشو ماشي مغلوق، هايل وفيه الهواء ماشي سخانه، فيه كوندير كيما حنا نقولوا. هنا هذه وقيله جو سي با وحده دارت بروجي مع راجلها ولا هذا المغازا جديد، ما دخلتش لعندو، صورت لكم غير من برا. قلت لكم بزاف فيه تاع لي زوم. هنايا يبيعوا هذوك القنادر وكنت تشوفوا فيهم سي بعدو، ما دخلتش تاني لعندهم، ما كفانيش الحال ما قدرتش ندخل ليهم كامل. شوفوا كاين بزاف لي ماركيابي مازال ما حلوش، سي واي كيكي تاني وقال مازال ما حلوش. شوفوا بزاف لي مازال ما حلوش، مام دركا رانا وصلنا للطابق الفوقاني صافي الاخراني كامل، نورمالو ثوازيام ايتاج، نورمالو ثوازيام ايتاج وصلنا لتما. هنايا خاصه بال حنا كما حنا نقولوا تاع الماكله وين تقدروا تاكلوا كامل، مي ثاني مازال ما حلوش كامل. كما كتشوفوا راني نوري لكم لي ماغازا اللي مازال كامل ما حلوش، كيابي وايكيكي مازال كاع ما حلوش. هنا الفوق كما كتشوفوا كاين ديجا دو بيتزيريا،
كاين بيتزيريا على الجمر صافي طيب، وبيتزا هوت. انا دخلت عند بيتزا هوت، راكو تشوفوا وريت لكم مام المينو ديالهم، عندهم حاجات هايلين، عندهم لي سالاد فولونتي. سالاد فولونتي بزاف لي بالك يسقسو شنو هما، عندك البوفي حط لك ليك تروحي ديري سالاد ترفدي انت واش تحبي واش حبيتي تاكلي. وعندهم لي بيتزا هات، لي بيتزا هات واش الحاجه اللي فيها مليحه، عندهم كامل اللي قولي تحبوهم راني صورت لكم شوفوا. وعندهم مام لي بات راكو تشوفوا. المهم كاش واحد باش يحب يروح يعرف واش حياكل، عندهم لي جو بريسي، المهم عندهم كامل الاذواق صورت لكم. معناتها راني ديتكم سوا سوا باش تعرفوا. انا شوفوا عن نفسي شوفي هذه هي صالاد دي جبناها حنايا شوفوها بزاف هايله. البخي تاع صالاد ماشي غالي بزاف نورمال، قلت لكم هذه هي صالاد فولونتي. ابخي جبنا البيتزا، جبنا 4 فرماج وذوق الدوزيام. والدوزيام جبناها كارنيفور نورمالمون، حنا جبنا هاد الاذواق هما اللي عجبونا. شوفوا البيتزا بنينه بصح تبقى اذواق. انا البيتزا هاد الخشينه بيتزا هوت تاع لي زاميريكان ما تعجبنيش، حاب بيتزا كلاسيك. صافي كل واحد والذوق ديالو. بعد ما فطرنا وكامل هنا تصيب واحد صالون دو تي راهم قابل زغال تحت كامل، كاين عنده باتيسري سا دي بون كل واحد واش يحب. عندهم لي ماكارون، عندهم كل حاجه، عندهم لي جو بريسي. بعد ما زدنا كملنا دورنا في المغازا وكامل كلينا عندهم، كليت كاطو شوكولا بالغاناش وشوكولا بزاف بنينه وبنان. ان شاء الله تعجبكم هاد التحويسه الخفيفه، ونتمنى لكم متابعه ممتعه وان شاء الله كامل تروحوا اللي يقدر. ومع السلامه وتهلاو في رواحكم، ويا كنتو تحبوا هاد الانواع تاع لي فيديو ان شاء الله نوليو نديرهم لكم. باي باي، تهلاو في رواحكم.